فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال ألح صاحبه بطرحه، يقول: أنا شخص مصاب بالعين منذ الصغر، ووالدي لم يخبراني بذلك إلا بعدما كبرت. أنا شخص مصاب بالعين منذ الصغر، ووالدي لم يخبراني بذلك إلا بعدما كبرت، وعندما سألتهم عن الشخص الذي أصابني قال لي: لا يلزم أن تعرفه. فاتخذت أسلوبا في تعاملي مع والدي، فلقد اعتزلت الأكل معهم والجلوس معهم والتحدث معهم، غير أني لم أنس حقهما الذي أوجبه الشارع. يقول: ولقد فضلت العزلة والوحدة على الاجتماع والأنس، فهل فعلي صحيح وما نصيحتكم لي؟ هذا أشد من العين، عملك هذا أشد من إصابة العين. إن صح أنك مصاب بالعين، فعلك هذا وهجرك لوالديك و ابتعادك عنهم هذا ما لا يجوز، هذا العمل هذا لا يجوز. واسأل ربك الشفاء والعافية، والله قريب مجيب. نعم.